مرحبا حبايبي، اليوم أكلتنا كباب عندي، بتمنى تعجبكم وتحبوها. طبعا ما حدا بيختلف على محبته. يلا هلا رح نبلش بالمقادير. عنا طبعا 3 كيلو بندورة، عنا تقريبا 3 بصلات، طبعا مثل العادة بذكركم الكمية ما رح تطلع كاملة لعدم الإطالة بالفيديو. هلا مثل ما شايفين عنا البصل قطع شرايح والبندورة بشرتها. هلا رفعت البندورة على النار، هي رح تفوق البصل. هلا رح خليني اتعقده. طبعا حطيت معلقة مية بندورة، البهارات بابريكا وفلفل وملح. طبعا انا نسيت فرجيكم البهارات المشكلة، كمان حطيت لها معلقة. مثل ما شايفين كمان هلا اللحمة كمان نفس البهارات، ملح فلفل بابريكا، يعني الإبداع بخوي. تكون سريعا الطبخ، على فكرة كتير ممتع وحلو الطبخ. يعني هلا مثل ما شايفين الرز، شايفينه كذا فيديو عندي مثل العادة، زي الشهية قلت نزلنا الرز. وهلا مثل ما شايفين كباب هندي طلع من الفرن. عن جد بتمنى تجربوا الوصفة لأنه كتير 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 طيبة، وأكيد كلياتنا بنحبها ما بنختلف. كباب هندي مع رز من أطيب الأكلات عند الكل مو بس عندي. إذا بتحبوا اكتبوا لي بالتعليقات، ولا تنسوا تحطوا لي لايك للفيديو وتشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس التنبيهات عشان يصلكم إشعار بكل فيديو أنا عم نزله. شوفكم وين وإمتى الفيديو القادم. سلام.